ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير. في حلقه النهارده هنتكلم عن نقطه مهمه جدا لكل الناس. مين فينا ما واجهش في اكتر من مره مشكله اعطاء الزملاء جميع حساباتنا في وسائل التواصل، او ادراك جميع الحسابات في كفر اليوتيوب او في البايو او ايا كان. كلنا اتحطينا في موقف ان احنا عايزين ندي اللي قدامنا الفيسبوك بتاعنا واليوتيوب والتيك توك وكل الحسابات. ده ممكن يحصل معانا يوميا اذا كان الشخص ده صانع محتوى او عنده بيزنس او اي شخص عادي لازم يتحط في الموقف ده. كتر المنصات خلت عندنا حسابات في اماكن كتير جدا، وساعة ما تكون عايز تتعرف على حد او عايز تقدم له وسائل التواصل بتاعتك هتتلخبط انت وهو. فبالتالي انا جايب لكم النهارده موقع مهم جدا وبيقدم خدمه مجانيه مفيده جدا لكل الناس. الموقع ده بيتيح لك ان انت تحط جميع حساباتك في صفحه واحده وتكون باسمك، وكل ده مجاني. الموقع فيه خدمه مش مجانيه، ولكن الخدمه المجانيه كافيه جدا لاي حد. من النهارده مش هتتلخبط ان انت تحط كل حساباتك على الكفر. طيب يلا بينا نخش على الكمبيوتر على طول ونبدا في الشرح. اوكي. الموقع هيكون بالشكل ده. اديك صفحه بالشكل ده، اسمك هنا، هنا هيكون في ايقونات للسوشيال ميديا، وكمان في هنا خيارات لباقي وسائل التواصل بتاعتك. فبدا الامر عايزين نشرح ازاي نسجل كاننا اول مره. ف هنفتح المتصفح بالشكل ده وهنكتب لينك tr.ee وهيكون بالشكل ده. هنا بيتيح لك الموقع تختار اسم زي ما انت عايز، اليو ار ال يكون بشكل اللي انت تختاره، ولنفترض داود اي ان كان، تكتب الاسم اللي انت عايزه، او افضل انا شخصيا ان انت تدوس على كلمه ساين اب فري. بعد ما بتدوس هنا بتكتب هنا زي ما احنا قلنا اسمك، اي اسم، ولنفترض انا هكتب دي محمد مثلا. اوكي، هو هيعمل بحث، لو جاب لك علامه الصح هنا يبقى تمام انه اليوزر ده مفيش حد اختاره غيرك. وبعد كده هنا بتكتب الايميل بتاعك، هنكتب الايميل مع بعض كده. بعد كده في الخانه دي تختار كلمه السر الخاصه بيك. بعد ما بتكتب الباسورد بتاعك بتدوس على الاختيار ده هنا كده، وبعد كده ساين اب وذ ايميل. بكل بساطه احنا كده خلصنا التسجيل. دلوقتي هنا بيطلب منك ان انت تقول له اسمك ايه، تكتب له. هنا بيقول لك انت ايه اهتماماتك، تختار اي ان كان اهتماماتك من هنا او تدوس على اذر. بيجيب لك بعض البيانات هنا، انت ممكن تكتب تختار اي حاجه، ميمز مثلا او اي ان كان، اختار اللي انت عايزه، بورتفوليو، وبعد كده تدوس كونتينيو. هنا بيخيرك اكتر من اختيار، الاختيار ان انت تاخد الخطه اللي هي المجانيه او تدفع فلوس. انا عن نفسي هشرح المجانيه وانا بنفسي بستخدمها، وانا شايف ان هي كافيه. بعد ما تتعمق وتجرب الموقع وشايف ان هو مفيد ليك وعاوز تدفع الخطه اللي هي مش مجانيه، دي حاجه ترجع لك. المهم احنا هنشرح دلوقتي اللي هو الخطه المجانيه، هندوس جيت فري. بس احنا كده خلصنا، بندوس هنا كونتينيو. اول خطوه هنا بيطلب مننا ان احنا نضيف الروابط. كل بساطه بندوس اد نيو لينك، وانا عايزكم في اللحظه دي تركزوا معايا كويس جدا. اللينك او حساب لما بتيجي تضيفه بتضيف شيئين مش اكتر. الشيء الاول التايتل، ولنفترض ان انا عايز اكتب هنا انستجرام، هنا التايتل اللي هيظهر، وهنا اليو ار ال بتاعك. لما بتدوس كده تمام، ركز معايا، انا دلوقتي هفتح الحساب بتاعي ده الانستجرام. لما بتيجي انت بتدخل عليه بيكون هو واقف على كلمه الهوم او الفيد اللي هنا. لا، ما تضيفش اللينك ده، ده لينك عام، اي حد بيدخل على اي موقع، على موقع الانستجرام بشكل عام. لا، احنا عشان نضيف الحساب بتاعنا بشكل صحيح لازم ندوس على الصوره دي وندخل على كلمه بروفايل. بعد ما بيظهر لك البروفايل بتاعك هنا وكل المنشورات بتاعتك، وتلاقي هنا اليو ار ال بتاعك instagram.com/اليوزر نيم بتاعك، بتدوس كوبي، كنترول سي او كوبي كده. بعد كده بنروح للموقع ونضيفه في اليو ار ال هنا. بعد كده بندوس بره كده، بيجيب لك هنا ايه المنظر ده او الشكل ده. بكل بساطه هو بيقول لك شكل الصفحه بتاعتك على الموبايل، تمام، ده بكل بساطه، وده اليو ار ال بتاعك الخاص بيك عموما. طيب عشان نفهم اكتر احنا هنضيف دلوقتي مع بعض حساب الفيسبوك الخاص بيا. هندوس على اد نيو لينك، بعد كده بنكتب هنا
ماي فيسبوك تمام، وبعد كده بنروح على الموقع اللي هو الفيسبوك بتاعنا، ومش واحنا واقفين على الفيد لتاني مرة ما بنختارش الفيد، لأ بنختار البروفايل بتاعنا من هنا، وبعد كده بندوس تحديد كل من هنا كده، تحديد الكل كده، ندوس تحديد كل كده، بعد كده كوبي، بعد كده نتنقل للموقع، كتبنا هنا الماي فيسبوك، بعد كده بندوس على اليو ار ال كده وكنترول في او باست، خلصنا. بندوس اي مكان بره كده هنلاقي هنا ايه شكل ده. طيب لو انا دلوقتي عايز احط الانستغرام فوق الفيسبوك بكل بساطة، شايفين التلات نقاط اللي هنا، نقدر نمسك منها كده ونرفع، بيبقى الشكل هنا الترد ده بكل بساطة. طيب الخطوة التانية ان احنا هنحدد شكل الصفحة بتاعتنا، بندوس على كلمة appearance، ده الاعداد التاني اللي احنا هنعمله. طيب زي ما احنا عرفنا ان الموقع هنا بيتيح لك خطة مجانية وخطة تانية مش مجانية، حلو؟ اي شيء مكتوب هنا عليه upgrade فهو ده للخطة الغير مجانية. طب للشيء المجاني عندنا اشكال هنا زي كده، هنا مش مكتوب upgrade فدي ممكن نختارها، او بنختارها هنا بنلاقي الشكل هنا اتغير او اختلف. لو حبيت ان انا اشوف الشكل ده بدوس عليه كده، بلاقي هنا المنظر ايه اختلف، تقدر تقول انه ده الريفيو بتاعك تمام. طيب عايزين نختار الشكل ده معلوش upgrade، ده الخطة المجانية، ندوس عليها وهكذا. تقدر تختار الشكل اللي يعجبك، انا دايما بفضل الشكل ده بصراحة، شايف ان هو لذيذ وكله زي الفل. طيب خلاص خلصنا هنا الشكل. طيب وانا بشرح appearance نسيت اوضح لكم انه هنا تقدر تكتب التايتل بتاعك او العنوان بتاعك، تقدر تكتب هاي ماي فريند، اي ان كان تكتب اي حاجة هنا، وهنا البايو بتاعك تقدر تكتب عليه اي حاجة، تكتب التعريف البسيط ليك انت، تقدر تكتب اهلا وسهلا اي حاجة تكتب، مش عايز اكتب حاجة عشان ما خليش افكارك محصورة باللي انا كتبته، اكتب التعريف اللي انت عايزه. طيب والمكان ده بقى نقدر نعمل اضافة للصورة الشخصية بتاعتنا بكل بساطة، هندوس كده هيظهر لك تلات اختيار، تختار الاول ان انت ترفع من الكمبيوتر او من الفيس بتاعك او الانستجرام بتاعك او الجوجل درايف، والاختيار التاني ان انت تعمل تصميم على كانفا، وان شاء الله هنشرح الايام الجاية موقع كانفا للتصميمات، او الـ NFT تمام. احنا ما يهمناش كل الحاجات دي، مش وقت دلوقتي، احنا هنختار صورة من الكمبيوتر بتاعنا، هنختار الاختيار ده، هيفتح لك الشكل ده، تقدر تدوس لو انت واقف على الماي ديفايس يبقى انت هتختار من الكمبيوتر، لو انت واقف على الفيس هتختار من الفيس والى ذلك. فاحنا نختار الماي كمبيوتر او الماي ديفايس و هاخد الصورة دي على سبيل المثال، متضحكوش عليا تمام. مش عارف انا عامل كده ليه. المهم بعد كده ندوس شير ابلود، خلصنا، دي الصورة بتاعتنا وهتظهر بالشكل ده هنا زي ما احنا شايفين كده. وحب انوه لنقطة مهمة جدا، الصورة اللي انت هتحملها هنا لو انت اخترت نفس القالب اللي انا اخترته اللي هو هنا فهو ده، لو انتوا تلاحظوا انه كل ما الصورة تتغير البلور او البلور بيتغير من ورا، يعني الوان الصورة هتأثر عليك هنا مع اضافة اللون الابيض كده. احنا خلصنا الخطوة التانية، الخطوة التالتة بقى والاهم هي السيتنجز. لما بندوس عليها هنا بيقول لك ايه، عندك هنا اكتر من اختيار، في اختيارات منها مش مجانية واختيارات مجانية. اول اختيار من هنا اللي هو show your support، لما بتدوس عليها كده بيقول لك هل انت متضامن مع اوكرانيا او مع حاجات تانية. المهم انا شايف انه دي مش مهمة، بتطلع زي تبويب من تحت كده، انا افضل اقفلها. طيب اي شيء عليه قفل زي ده لازم انت تعمل upgrade، اللي معلوش قفل تقدر تدوس تشتغل عليه. أنا مش هتكلم كتير في الحاجات دي، ولكن هتكلم في الحاجات المهمة. أهم خانة عندي اللي هي السوشيال آيكونز، دي بتعمل إيه؟ بكل بساطة أنا بيقول لك إيه؟ Add Icon. طيب إحنا عشان نوضح الأمر، إحنا دلوقتي هنضيف أيقونة الفيسبوك كمثال أهو تمام. أول ما بتختارها بيقول لك ضيف الفيسبوك بتاعك، زي ما إحنا قلنا بنروح للموقع اللي هو الفيس بتاعنا وبنختار البروفايل، واحنا واقفين على البروفايل بندوس كنترول سي على هنا لما بنكون محددين الكل بكل بساطه، وبعد كده بنيجي هنا نضيف الرابط بتاعنا ونعمل كده بكل بساطه. هو ايه جاب لك الايقونه هنا تحت،
من هنا تقدر تحط الأيقونة تكون من تحت أو من فوق. أنا بفضل إن أنا أخليها من فوق. أول ما بدوس كده بتلاقي الأيقونة هنا اتنقلت فوق أو الأيقونات حسب ما أنت إيه ترتبها بالشكل اللي يعجبك. وبكده نكون خلصنا. في موقع تاني بيكون مخصص لصناع المحتوى الجيمينج لو تحبه، لأن الموقع ده بيضيف لك خاصية إن هو تضيف كل إعداداتك في اللعبة وكل إمكانيات الكمبيوتر بتاعك بكل بساطة. لو محتاجين حاجة زي كده وشايفين إن هي مفيدة لكم ادركوها تحت في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. نلتقي في فيديو جديد وسلام.